مساء الخير وأهلا بكم جميعا أحبائي. في الفيديو ده نتكلم عن مسألة الديزاين Digital Control Examples. كل فكرة أنت عايز تجيب البيتا والألفا والكي، بس الألفا إحنا نسوم إن هي موجودة already بالفعل، هنعتبر إن الألفا هي قيمة دي في جي أوف زد، هي قيمة الأقل من الواحد في جي اوف زد، هي دي الالفا. اوكي، فالالفا كده معانا، القيمة دي لما تتشال مش هتأثر في المسألة، ودي طريقة حل كويسة. اوكي، يبقى احنا عايزين نجيب البيتا وعايزين نجيب الكي، عايزين نجيب البيتا ونجيب الكي. طيب نبدأ بالقانون الأولاني عشان نحل المسألة. بداية خطوات حل المسألة هو إنك تجيب التي الإي دامبنج ريشيو بتاعك، أوكي، اللي هو بتجيبه عن طريق القانون ده، إن السيترينج تايم بيساوي 4 على الدامبنج ريشيو في الأوميجا، ومنها تجيب إن الإيتا عبارة عن، يعني بدل الاتنين دول ببعض يبقى الإيتا عبارة عن 4 على settling time، يعني 4 على 2 بس settling time مضروب طبعا في في أوميجا إن اللي هي في 5، دي أوميجا إن، يبقى 2 في 5 يعني بأربعة على كام؟ على 10، يعني 4 من 10. اوكي، دي كده الدامبنج ريشيو تايب. حلو اوي، جبت الدامبنج ريشيو. بعد كده نعمل ايه تاني يا شباب؟ نعمل القانون اللي بعده، اس الاس دومين بتاعنا بيساوي سالب دامبنج ريشيو أوميجا إن زائد أو ناقص، احنا هناخد القيمة الموجبة بس المفروض هي متاح لك إنك تاخد موجب وسالب، بس احنا هناخد القيمة الموجبة في الحل، جي أوميجا إن جذر 1 ناقص إيتا، أنا بسميها إيتا يعني أو زيتا زي ما تسموها، المهم دامبنج ريشيو سكوير. طيب عندنا احنا الأوميجا إن، عندنا الدامبنج ريشيو، نعرف نجيب بكل بساطة الأرقام الباقية، ممكن تجيبها وممكن تحطها في صورة، في صورة exponential. احنا عارفين ان الزد الزد ترانسفورم الزد هو بيساوي ايه، ده طبعا ليه اثبات يعني اس اس تي. اوكي، والاي اس اس تي ادي الاس بتاعتنا هي موجوده، هنحطها هنا ونضربها في البيريود تايم بيريود. اوكي، يبقى نحط الاس بتاعتنا عشان نطلع قيمه وزاويه، قيمه وزاويه. اوكي، يبقى اي اس الاس، يعني ناخد الاس ده كده سالب ايتا اوميجا ان، هناخد الزائد جي، هناخد الحالة الموجبة زائد جي أوميجا إن جذر 1 ناقص إيتا أو دامبنج ريشيو سكوير. طيب جميل جدا، يبقى إحنا ممكن نقسم المسألة دي لحاجتين، لو قيمة absolute value أو قيمة amplitude وزاوية، دي قيمة الامبليتيود وده كانت الزاوية. احنا عارفين ان في الاكسبوننشن لو قلنا x زائد y هي عبارة عن e اس x مضروبة في e اس y. اوكي، فده للتحسين، هنستخدم نفس القاعدة دي ونقسم المعادلة دي لاتنين، معادلة للامبلتيود او absolute z، ده يعتبر absolute z،
وده يعتبر السيتا بتاعت الزد، زاوية الزد. طيب تعال نحل مع بعض. هتبقى دي عبارة عن اي اس سالب دامبنج ريشيو اوميجا ان مضروبة في اي اس جي اوميجا ان جذر واحد ناقص اوكي دامبنج ريشيو سكوير. نكمل نعوض بقى، احنا جبنا الدامبنج ريشيو في الاول في اول الفيديو، عوض بقى بالارقام عادي خالص، تبقى اي سالب 0.4 في 5 اوميجا ان. احنا نسينا حاجة اعتقد، نسينا التي صح، الاس هنا مضروبة في التي في اللي هو التايم بيريود. اوكي نسينا نكتبها احنا في الايكويشنز بتاعتنا، ال S هنا من فوق مضروبة في T، يبقى احنا لازم نضرب كل ده في T. اوكي إذا كل المعادلة اللي فوق دي كده هتضرب من بره في ايه، في time period اسمه T، والtime ده احنا قلناه في الاول خالص بكام، باتنين اتنين من عشرة سكند. تمام كده، يبقى اذا ال T هيتوزع جوه القوس زي ما احنا شايفين، هنوزع ال T ده جوه. اوكي فهتبقى هنا المعادلة هنضيف لها بس تي، ودي جي اوميجا ان تي. ماشي كده تمام. يبقى عندنا اي اس سالب الدامبنج ريشيو 4 من 10 اوميجا ان بخمسة في التي اللي هي قيمتها 2 من 10. تمام كده، وممكن نحسب الزاوية لوحدها، هي عبارة عن E أس J أوميجا N اللي هي 5 مضروبة في 0.2 مضروبة في جذر 1 ناقص الدامبنج ريشيو 1 ناقص 0.4 سكوير. خلي بالك إن الإكسبوننشال لو حطيت فيها الجذر بالشكل ده هو هيحصل ماس إيرور في الآلة، لو حسبت القيمة بهذا الشكل هيعمل ماس ايرور. فهو الأفضل إنك تعمل إيه في المسألة دي عشان ما يجيبش ماس ايرور، إنك تاخد الجذر ده كده تحسبه على الآلة بره، هتقول 1 ناقص 0.4 سكوير هيطلع بقيمة حوالي 91 أو 92 من 100. يبقى نمسح هذه القيمة ونحط ال 92 من 100 بعد ما تعملها على الآلة عشان ما يطلعلكش ماس ايرور. اوكي نقول كده في 92 من 100. ممكن بعد تحطها بالآلة اي اس 5 في 0.2 في 0.92 وتحط الجي في الجي هيطلع لك ايرور برضو. خلي بالك ان الجي هيطلع لك ايرور. اوكي الجي ده هيطلع لك ايه، ايرور في الاكسبوننشال. تمام، فاحنا هنغير شكل المساله بصيغه اسهل من كده عشان تعمل لها حساب في الحل. فدي سهل انك تطلعها، يعني ديت لو طلعتها هتطلع حوالي تقريبا 0.67 اي اس سالب 0.4 في 5 في 0.2 يطلع لك 0.67. طيب 0.67 وده real number، هنشيل الجي دي ونشيل الجي مع الاي، دي علاقة رياضية ونعتبر ان هي الزاوية دي. خلاص كده هنشيل الاي مع الجي دي كده كلها، وتعتبر هي دي الزاوية اللي احنا حطيناها بالآلة، ودي موجودة في الآلات الحديثة اللي هي كاسيو اف اكس 991 فيما فوق. اوكي تعرف تعمل علامة الزاوية دي بالآلة. اوكي هتلاقيها مرسومة على الآلة. يبقى كل اللي احنا هنعمله احنا شلنا الاي اس جي دي وحطينا مكانها الزاوية، وهناخد بقى اللي جواها في الزاوية اللي هي 5 في 0.2 في 0.92 اللي هي الزاوية تطلع معاك 92 من 100 راد. 5 في 0.2 في 0.92
يطلع لك 92% رأيت. فاحنا ممكن نشيل دي كلها، يبقى دي عبارة عن 0.21، بس دي زاوية راد. راد مش ديجري. احنا هنشتغل بالراد عادي مفيش مشكلة. لو حطيت الرقم ده على الآلة بهذا الشكل، احنا كل عايزين نجيبه هو قيمة الريال وقيمة الإماجينيري، فاحنا عايزين نحطها في صورة R زائد JB. R real زائد JB، احنا مش عايزين الصورة دي عشان نعرف نرسمها في الرسمة بتاعتنا. فانت لو حطيت القيمة دي في الآلة وكتبت 0.67 وحطيت الزاوية بتاعتك بالآلة برضو 0.292، هيطلع لك ان القيمة في الريال هي عبارة عن 41% بالتقريب، يعني هيطلع 0.41، هي عبارة عن 0.405 وهكذا 89 إلى آخره. أنا خدت بالتقريب يعني. زائد J قيمة الإماجينيري 53 في أرقام تانية، يعني في 533 من ألف إلى آخره براحتك، بس ممكن تختلف سنة صغيرة في التقريب، يعني لما تحل بالتقريب ممكن الأرقام تختلف 1% مثلا أو 1/10 حاجة زي كده. فمش شرط تكتب، ممكن تكتب التلات أرقام بعد العلامة زي ما أنت عايز. دي عبارة عن 0.53، هذه القيمة اللي هنبدأ بيها المسألة. من غير القيمة دي المسألة ما تحلش. تمام، يبقى كده real وده imaginary، كل ده لو كان بيساوي الايه الزد. طبعا انت مش شرط تعمل الاثباتات دي كلها، ولكن تكتفي بالمعادلة اللي فوق دي كلها، وتبقى فاهم ان الجزء ده هو الريال والجزء التاني هو الايماجينيري. بس دي فكة بتاعتها يعني عشان تسهل على نفسك الموضوع. طيب الالفا احنا زي ما ابتدينا في اول مسألة هي كانت بسالب 0.1، ودي كانت اول قيمة مطلوبة في المسألة واحنا فرضناها ان هي جدا. طيب يبقى إذا لو كتبنا معادلة الكنترولر G C of Z هتساوي اللي هي K مضربة برا في Z ناقص ألفا على Z زائد بيتا، إذا ألفا هنا 0.1 على Z زائد بيتا. كده مطلوب نجيب الكي ونجيب البيتا. عشان نجيب البيتا هنحتاج القيم اللي احنا كتبناها دي، قيم اللي احنا كتبناها 0.41 زائد J 0.53، قيم دي هي اللي هتجيب البيتا. احنا بنعمل كل ده عشان نجيب البيتا. تعالوا نرسمها، تعالوا نرسم القيم دي. اوكي على جنب اهو، ادي المحور بتاعي، ده محور الريال، ده محور الماجينيري. في الريال بتقطع المحور في بول 0.41، وبتقطع في الإماجينيري في نقطة 0.53. حلو جدا 0.53 نرسم. اوكي البيتا انت بتفرضها في اي مكان انت عايزه. اوكي فانا افرضها هنا، افرضها هنا وقول دي سالب بيتا، وناخد من النقطة اللي اتعملت دي هنوصل بهذا الشكل. ده طبعا عبارة عن مثلث قائم الزاوية عند 0.4، فانا حابب ان ارسمها بشكل افضل شوية عشان يبقى خط واضح. ماشي، فالزاوية دي اسمها ايه؟ ثيتا بيتا. دي طبعا ما نعرفهاش دلوقتي بس عايزين نجيبها، ثيتا بيتا. عشان تجيب ثيتا بيتا دي لازم تعرف المسافة ما بين البيتا وبين الرقم ده، ودي هنسميها اكس. في بداية المسألة خالص
بداية المسألة given ان ابسط على المسألة هتلاقي ان الزد في البولز تحت 0.1 احنا اعتبرنا دي خلاص الالفا والتانية هي واحد يبقى اذا هنرسم البول اللي هو رقم واحد طبعا واحد اكيد اكبر من 4.1 هيترسم على مسافة ابعد وده بول برضو وبرضو عايزين نجيب الزاوية بتاعت البولز طيب يبقى ده عبارة عن هذا الشكل اذا في زاوية هنا كده تعال نرسمها بشكل احسن الزاوية عشان تجيب الزاوية دي الزاوية اللي بره دي احنا عارفين ان اي زاوية على الخط المستقيم بتساوي 180 درجة يعني لو قفلت الزاوية دي على الاخر كده يبقى دي كلها عبارة عن 180 ايه درجة بس انا مش عايز الزاوية دي اللي تحت دي اوكي فانا اقول 180 درجة ناقص الزاوية دي اللي انا مش عايزها فالزاوية دي عشان تجيبها هتقول 10-1 المقابل على الايه المجاور طول ده المقابل اللي هو قيمته 0.53 والطول ده هو الايه المجاور اوكي طبعا ده قيمة واحد في واحد هنا طبعا انا كتبتهاش في واحد هنا اوكي هنا عند النقطة فهتبقى المسافة دي هي المجاورة اوكي هنرجع لها دلوقتي فإذا تقدر تجيب الزاوية دي بكل سهولة في زاوية تانية مقدارها نص دلوقتي انت لو ضربت هنطلع الزاوية دلوقتي قبل بس ما نخلص دي كده احنا جبنا معادلة الكنترولر هنضرب الكنترولر في الجي هنضرب الكنترولر في الجي ودي دي اللي هنشتغل عليها بتاع فإذا معادلة الكنترولر سي اوف زد اللي هي اللي فوق دي لو اتضربت في معادلة الجي اوف زد سوري لو بصيت على معادلة الجي اوف زد هتلاقي هنا اهي اهي لو ضربتها في المعادلة دي انت فرضت ان الفا هنا بنفس القيمة اللي تحت فاذا القيمة دي هتطير مع القيمة دي القيمة اللي فوق دي هتطير مع القيمة اللي تحت دي هيبقى ايه في الباست كي مضروب في زد زائد نص والمقام هيبقى زد زائد بيتا في قوس مضروب في زد ناقص واحد ده لما تضرب معادلة الجي اوف زد في جي اوف سي اوكي اذا نطلع النتيجة على طول تضربهم في بعض هيساوي كي زد زائد نص ده المتبقي في الزيروس وفي البولز اللي موجود زد ناقص واحد مضروب في زد زائد بيتا المطلوب منك انك تجيب قيمة البيتا يبقى احنا عندنا بول اهو اللي هو بوينت ماينس وان وعندنا بول تاني اللي هو البيتا وعندنا الزيروز اللي هو النص لما تساويها بالصفر لو سويت ده بالصفر وده بالصفر وده بالصفر يبقى زد زائد نص بتساوي صفر يبقى زد عند سالب نص وزد ناقص واحد بيساوي صفر يبقى زد عند الواحد في الرسمة وزد زائد بيتا بيساوي صفر يبقى موجود عند السالب بيتا يبقى إذا هنا عندنا فوق في الباست في زيروز اسمه نص زائد بيساوي زائد زد بيساوي صفر يعني سالب نص لما تساوي القيمة دي كده 0.5 يساوي صفر يبقى إذا هتبقى عندنا سالب نص سالب نص هنفرض إن هو بعد بيتا أوكي ده طبعا بول بيحب يرسم البول هو دايرة سالب نص سوري زيروس ده زيروس زيروس بترسم دايرة أوكي إذا في زاوية برضو للزيروس عايزين نجيبها يبقى كده في زاوية زوايا البولز وزوايا للزيروس عشان نحل المسألة دي اوكي ونرسمها بهذا بلون مختلف اي زاويه بتجيبها هي عباره عن تان ماينس 1 المقابل على المجاور يبقى الزاويه دي عباره عن ايه
ثيتا ثيتا زيروز. والزاويه بتاعت البيتا دي عباره من زوايا البولز، والزاويه اللي بره دي برضو من زوايا البولز، كل دي زوايا البولز. طيب ماشي. طيب نجيب القانون عشان نجيب زاويه البيتا بكام. في قانون بيقول لك الاتي: زوايا الزيروس هنطرحها من زوايا البولز، زوايا زيروس سيتا زيروس ناقص سيتا بولز بيساوي كام؟ بيساوي سالب 180 درجة، أو سالب 180 سوري. تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده عايزين نجيب زاوية الزيروس ونطرح منها زوايا البولز. طيب زاوية الزيروس هنا فين؟ اهي دي. المقابل هو محور واي 0.53، يبقى ممكن نجيب على جنب كده ونقول سيتا زيروس بتساوي تان ماينس 1 المقابل 0.53. اوكي تان ماينس 1 المقابل هو 0.53 على المجاور اللي هي المسافة دي لحد المسافة بتاعت 0.4 دي. شوف أي أي حاجة هتجيبها لازم ترجع للمسافة 0.4 دي، عشان كده دي أهم حاجة في المسألة. يبقى إذا المسافة ما بينهم لو قلت y2 ناقص y1 أو x2 ناقص x1 هتبقى 0.4 ناقص 0.5 يعني زائد، تتحول لزائد. اوكي هتبقى حوالي 0.91، يبقى دي عبارة عن 0.91. احسبها بالآلة شيفت 10 0.53 على 0.91 يطلع لك 0.5273، فبالتقريب تطلع 0.50. اوكي اوكي تمام. طيب دي سيتا زيروس. سيتا بولز عبارة عن ايه؟ تعال نجمع السيتا بولز مع بعض كده. اول واحدة فوق اللي احنا جبناها من شوية اللي هي 180 درجة ناقص تان ماينس 1 عشان تجيب الزاوية دي، هتقول 180 درجة ناقص تان ماينس 1 المقابل اللي هو ده على المجاور اللي هو مسافة واحد ناقص 0.41، يبقى 0.53 على واحد ناقص 0.41. كده انت جبت الزاوية دي زائد ايه الزاوية التانية بتاعت البولز؟ السيتا بيتا دي انت مش عارفها، ادي سيتا بيتا. نطرح بقى زوايا الزيروز ناقص زوايا البولز، يبقى ادي كده القيمة دي بتاعت زوايا الايه؟ البولز، ودي القيمة بتاعت زوايا الايه؟ الزيروز. نطرحهم من بعض، يبقى اذا سيتا زيروز ناقص سيتا بولز، بعد ما نطرحهم من بعض هنساوي سالب 180. اوكي هتبقى 0.53. لو حسبت الزوايا بتاعت البولز دي عبارة 180 درجة ناقص شيفت 10 تطلع 10 ماينس 1 0.53 على واحد ناقص 0.41 هيطلع واحد 0.27
زائد سيتا بيتا، الكلام ده بيساوي سالب 180. سالب 180. إذا من الإيكويشن دي تطلع سيتا بيتا كام؟ سيتا بيتا هتطلع، تمام، نسينا نحط بس السالب بتاع البيتا، معلش. أوكي، ناقص سيتا زيروز، ناقص السيتا، سيتا بتاعت البولز، يعني هتضرب كل ده في ناقص، شايف دي كده كلها تضربها في كلها في ناقص، ماشي، تطلع 0.35 ناقص القيمة دي، تطلع موجبة لما تطرحها يبقى ناقص، والقيمة دي تطلع هتساوي سالب 180، ماشي. القيمة دي لما تتحسب بالآلة تطلع إن السيتا بيتا هي 1.26 راد. لو أنت عايز تحولها ديجري براحتك، مفيش أي مشكلة عشان تحول من راد لديجري، أي زاوية راد عايز تحولها ديجري اضربها في 180 على باي، ده الترانسفورم، تطلع من هنا ديجري، يعني لو قلت 0.26 في 180 على باي يطلع لك الزاوية تقريبا 72.3، السيتا بيتا بالراد فهو بتشتغل بالديجري يطلع 72.2 اوكي ديجري. طبعا 0.2 و0.3 دي حسب التقريب، لو خدت كذا رقم قبل العلامة أكتر من رقم مثلا 4 ولا حاجة ممكن توصل لـ 0.3، تمام. فدي قيمتها زي ما احنا شايفين. هنقول احنا جبناها بالدجري، هنا هتجيب قيمة، جبت زيتا بيتا 72 درجة 0.2، يبقى نكتبها هنا كده 72 درجة 0.2، خلاص جبت الثيتا بيتا، تعرف تجيب الاكس كل سهولة، تعرف تجيب الايه الاكس. هتقول تان سيتا بيتا بيساوي المقابل على المجاور، صح كده؟ هي نفس الفكرة، تان مش تان بقى ماينس 1، لا تان بس عشان تجيب المسافة، تان سيتا بيتا يعني عبارة عن تان 72.2 ديجري، تان الزاوية دي أو ظل الزاوية دي هو عبارة عن مقابل على المجاور، المقابل هو إيه؟ هو 0.53، والمجاور اللي هو إيه؟ اللي هو إكس، أوكي؟ وبكده جبت قيمة الإكس. إذن إكس لو دي هتبقى على واحد ودي ضربتها في دي، إكس هتساوي 0.53 على تان الزاوية اللي هي 72.2، يبقى 0.35 على تان الزاوية اللي هي 72.2، تطلع معانا قيمة سالبة، اوكي تطلع سالب 9.34. طبعا القيمة طلعت سالب عشان الآلة كانت راد، الآلة كانت ايه؟ راد. احنا اشتغلنا في الأول بالراد وجينا عند مسألة التان دي اشتغلنا بالدجري، خلي بالك عشان القانون بيساوي سالب 180، اوكي، فاحنا لما عوضنا بالقانون اشتغلنا بالدجري عشان نجيب الزاوية ثيتا بالدجري. احنا قلنا سيتا زيروز ناقص سيتا بولز بيساوي سالب 180 دجري،
وبالتالي احنا بعد ما حلينا القيمة بالراد خالص اشتغلنا في الحتة دي بالديجري. يبقى اذا لازم في الحتة دي عشان تجيب قيمة الاكس لازم تخلي الآلة ديجري، يعني بتدوس شيفت مود وتختار رقم 3 لو كانت آلتك كاسيو 991 اي اس، شيفت مود وتختار ديجري. لو عملتها ديجري تان مش هتطلع سالب، مش هتطلع معاك سالب 2.2 اوكي هيساوي 0.17. خليت الآلة ديجري في هذه اللحظة قلت 0.53 على 10 72.2 يطلع الرقم اللي احنا شايفينه على الشاشة. يبقى احنا جبنا المسافة اللي هي اكس، يبقى احنا كل عايزين كده نجيبه نعرف نجيب المسافة بيتا، مفيش مشكلة. لما جبت المسافة اكس تعرف تجيب الحتة اللي هي فيها بيتا هنا. يبقى اذا جبت المسافة اكس تعرف تقول كده بكل بساطة ان البيتا هتساوي برضه نفس الفكرة اكس 2 ناقص اكس 1، بيتا هتساوي 0.41 اللي هي اكس 2 القيمة دي اكس 2 اوكي ناقص قيمة الاكس 0.17. إذن تطلع معاك 0.24. وبكده احنا جبنا حاجات تانية اللي هي البيتا. اوكي جبنا البيتا نعوض في معادلة الكنترولر. ايه إذا جبنا البيتا هنا تقدر تشيلها وتحط مكانها 0.24. كده جبت البيتا وجبت الألفا، ولا مش دي؟ لا سوري مش دي، الألفا اتشالت فوق خالص أساسا في الأول اللي كانت سايب 0.1. يبقى احنا جبنا البيتا وجبنا الألفا اللي كانت سايب 0.1، يبقى كده ناقص الكي. عشان نجيب الكي لازم نضرب معادلة الكنترولر في معادلة الجين، احنا ضربناهم اوريدي، بس كل هتعمله بقى هنا انك هتشيل كل زد وتعوض بالنقطة اللي انت جبتها في الاول خالص. يعني المعادلة دي كلها هتشيل كل زد فيها وتعوض بالنقطة اللي انت جبتها اللي هي في الريال كانت 0.41 وفي الايماجينري 0.53 اللي احنا جبناها خالص من اول، وانا بنقول زد هي AOST وجبناها خالص اللي هي 0.41 زائد J 0.53 اوكي. قيمة الزد دي بقى اللي احنا جبناها ايه اللي هنعوضها في معادلة الجين لما يضربوا في الكنترولر G of C ل G of Z. يبقى احنا هنشيل كل زد من هنا ونحط مكانه، هنشيل زد ونحط مكانه النقطة اللي فوق. يبقى اوكي نمسح دي بس عشان المكان اوكي، هنشرح بالراحة علشان الناس كلها تفهم وعلشان برضو ما يحصلش اي لخبطة في الاشارات والحاجات دي، جايز يعني تحصل. اوكي يبقى احنا كل اللي نعمله ان احنا نعمل شرطة تحت كده ونقول ان الزد، يعني هنشيل الزد ونحط النقطة بتاعتها اللي هي 0.41 اللي هي من فوق يعني زائد J 0.51 صح كده تطلع فوق، بقى جي كانت 0.53 زي ما اتفقنا. ممكن تختلف حسب التقريب اللي انت هتاخده اوكي، حسب التقريب ممكن تختلف 1% 1 من 1000، احنا كلنا متفقين هي 0.5 anyway. عشان ممكن تلاقيها في محلولة في أي مثال إن هي 0.5135 أوكي، فدي علشان إحنا أخدنا القيم لحد 10,000 من 10,000 يعني أوكي. لكن أنا اخترتها هنا من 100، فالتقريب خدته من 100، لكن طريقة الحل وكل حاجة مظبوطة.
اوكي طريقة الحل كلها صح. عايزين نجيب الكي، يبقى هنشيل كل زد من هنا ونحط مكانها كي من تحت، وبعد كده نجيب absolute value للقيم دي كلها، ان كي احنا مش عايزينها imaginary، هي عايزينها absolute value. بس في قانون بقى بيقول لك انك طب انت عايز جبت الكي يبقى هنسويها بالواحد، هنسوي الكلام ده بالواحد عشان نجيب قيمة الكي. تمام، يبقى اذا قيمة الكي هتساوي الاتي، نحل الخطوات برضو مش مشكلة. يبقى اذا الكلام ده بيساوي absolute value لقيمة الزد، نكتب بقى شوية أسرع، 0.41 زائد جي 0.53 زائد نص، ده في الأبسوليوت، ده لو اللي فوق خالص ده مضروب في الكي، على زد ناقص واحد برضه أبسوليوت مضروب في زد زائد بيتا اللي هي ارض ابسوليوت بهذا الشكل. الكلام ده كله كان بيساوي واحد، ماشي. نحط قيم زد بكام، 0.41، فدي مفتاح الحل كله، زائد جي او جي 0.53 ناقص واحد، انا بعوض طبعا في المعادلة تحت دي للزد ناقص واحد، الزد كلها ايه ناقص واحد، والناحية التانية زد زائد 0.241 يبقى 0.41 زائد 0.53 جي. طبعا في الآلة ما ينفعش تكتب الجي كده، في الآلة لازم تحط الجي هنا خلي بالك، لكن رياضيا انت بتحط الجي على الشمال، لكن في الآلة تحط هي اي، في اي في الآلة هي عبارة عن اي بتحطها على اليمين، تطلع على الشمال هيجيب لك ماس ايرور، خلي بالك من الحاجات دي، زائد 0.24 اوكي. فانا خلاص بنوه ان القيمة دي لازم تتحط هنا في الآلة، القيمة دي لازم تتحط هنا في الآلة ورا خالص. طيب نشوف القيمة تطلع كام، سوري انا طبعا ما اقصدش هنا في الحتة دي، انا اقصد ورا الرقم، يعني اقصد ورا الرقم اللي هي الحتة دي اوكي، لان الرقم ده ريال اساسا مش imaginary. لو كان imaginary كنت ممكن اجمع الاثنين على بعض واخد ال imaginary عامل مشترك في الحتة دي كده اوكي، عشان بس ايه السهم راح من الحتة التانية اللي هناك. يبقى اذا احنا ممكن نشيلها من هنا نحطها هنا، نشيل دي من هنا نحطها هنا اوكي. تعال نكتب من جديد احسن عشان الناس متلخبطش، نكتبها بالصيغة اللي تمشي مع الآلة عشان الناس متلخبطش، تقول ده طلع ماس ايرور ولا حاجة، لا مفيش ماس ايرور ولا اي حاجة، ده كده رياضيا بس على الآلة، انا هكتبها لكم بالصيغة اللي هتحط في الآلة، 0.41 زائد 0.53 وتحط الاي بعد الرقم، فكان ناقص واحد اللي هو سوري ثانية واحد بس عشان نطلع اوكي، احنا بنعوض تحت اساسا اوكي، يبقى 0.41 زائد 0.53 اوكي زائد نص اللي هو القيمة اللي فوق خالص دي. بعد كده المقام بقى 0.41 زائد 0.53 جي اللي هي اي في الآلة ناقص واحد، وهنا 0.41 زائد 0.53 جي زائد 0.24 اللي هي البيتا كده، تمام كده في الآلة تطلع مظبوطة من غير أي مسألة. تعال نشوف الرقم يطلع كام، اوكي كم كلها دي كلها مضروبة جنب الكي هتطلع 1.583
2 مضروبة في K بتساوي 1. إذن K من المعادلة دي هيساوي 1 على 1.5832 هيطلع ب 0.63. اوكي، برضو بقول ان القيمة دي او اي قيمة تاني ممكن تختلف حسب التقريب. انا قربت الواحد من 100، قربت من 1000 او من 10000، الارقام اللي فوق دي كلها القيم ممكن تختلف. اوكي، فدي قيمة ال K. خلاص كده انت جبت البيتا وعندك الألفا وجبت K. تكتب بقى على طول معادلة الكنترولر. إذن في الآخر خالص جي سي اوف زد هتساوي قيمة ال K بتاعت 0.63 مضروبة في زد ناقص 0.1 هي ألفا على زد ناقص 0.2 بيتا. البيتا طلعناها بكام فوق؟ معلش، بيتا طلعناها ب 0.24. اوكي، يبقى كده دي معادلة الكنترول ودي المسألة. يبقى الفكرة كلها بتاعت المسألة كده باختصار. اوكي، نطلع فوق خالص كده، احنا حلينا خطوة خطوة، مختصرناش أي حاجة. بيديك معادلة الكنترول، معادلة الجين. هتاخد القيمة بتاعة الألفا من تحت خالص معادلة الجين وتساويها بالألفا عشان لما تضربهم في بعض يطيروا. زد زائد ألفا تطير مع زد ناقص 0.1. هيبقى الكي مضروبة في زد زائد نص على زد زائد بيتا مضروبة في زد ناقص 1. ما تنساش طبعا تجيب التي اس والحاجات اللي احنا جبناها دي خالص، وتجيب القيمة الأساسية، النقطة اللي هترسم بيها الرسمة الأساسية بتاعتك، وتحط القيم. طبعا انت لما ضربت الجي سي في الجي وفي زد هيطلع لك كل ده. فاللي تحت خالص ده اللي هو البولز، واللي فوق خالص ده اللي هو الزيروز. هتقول زد ناقص 1 بيساوي 0، اذا زد موجود عند الواحد، وزد موجود عند او بوينت بيتا او سالب بيتا، وزد موجود عند سالب نص، وتحطهم على الشكل الايه ده. طبعا هتلاقي ان الزاويه دي معلومه على في المساله. ده الواحد اقصى حاجه ممكن الدايرة تقفل عليه، يونت سيركل بتاع الزد واحد. طبعا الزاوية على الخط المستقيم هي 180 درجة. عشان نجيب الثيتا اللي برة دي هنقول 180 ناقص الزاوية اللي جوه دي. الزاوية اللي جوه دي هنجيبها ازاي؟ المقابل على المجاور، المقاول 0.53، المجاور 1 ناقص 0.41، تطلع الزاوية بتاعتك. اوكي، بعد كده تجيب زاوية البيتا، المقابل على المجاور. طب المجاور اكس، لازم تجيب زاوية البيتا قيمة الاكس عشان تعرف تجيب زاوية البيتا. وتتبع الايه الحاجات اللي احنا عملناها دي. عشان تجيب الزاويه دي لازم تتبع القانون اللي هو بيقول لك زيتا سيتا زيروس، زاويه الزيروس ناقص زاويه البولز اللي احنا حطيناها من فوق دي. ومن الايكويشنز اللي احنا عملناها دي طلعت راد، حولناها ديجري عشان القانون ديجري في اللحظه دي، يعني القانون ديجري 180 بتساوي 180. اوكي، اللي احنا خدناها فوق اهو، سيتا زيروس ناقص سيتا بولز بتساوي سالب 180. فقلبنا الرقم بتاعنا اللي جبناه ديجري اللي هو 1.26، لو ضربته في 180 على باي يطلع 72.2 ديجري. تمام، ومنها تقول تان الزاويه دي هو المقابل على المجاور. المقابل معروف اللي هو 0.53 53%، والمجاور بس هو المجهول. تعرف تجيب الاكس بكل بساطه من هذه العلاقه. وقلنا قبل كده انك لو الاله بتاعتك راد طلع هنا القيمة بالسالب، وطبيعي جدا مفيش مسافة بالسالب. اوكي، طبيعي مفيش مسافة، يعني طلعت معاك في السالب. يبقى بص كده على الآلة على طول وافتكر ان الآلة هتلاقيها راد. اوكي، يبقى اتأكد وانت بتحل المسألة في قيمة الاكس هنا تطلع ديجري. من اول ما بتحل لسيتا زيروز وبولز والحاجات دي كلها الآلة ديجري. اوكي، لكن في بداية المسألة خالص ممكن تحل بالراد. ماشي، ومنها اجيب البيتا اللي هي اكس 2 ناقص اكس 1 0.41 ناقص الاكس، هتطلع قيمة البيتا. جبت قيمة البيتا كمسافة موجودة فين؟ كبولز يعني. طيب، وبكده يبقى انت خلصنا السؤال.
بتاع الزد مهم جدا عشان ده اللي هتعوض بيه في كنترول انت رابح في الجين وتعوض الزد بالنقطة دي. ومنها تجيب هتشيل كل زد من فوق وتحط مكانها القيم دي كلها. متنساش في الآلة انك تحط الجي على اليمين مش على الشمال في الآلة عشان ميجاوبش الناس ايرور، هي متبرمجة على اليمين وهتلاقيها اي مش جي في الآلة. وتجيب الابسولوت فاليو هتطلع القيمة دي تطلع الكي عبارة عن 0.63. طبعا لو عملت تقريب مثلا ل 10,000 او ل 1000 او الى اخره ممكن تطلع القيمة دي 0.42، ممكن القيمة دي تطلع 0.42 اوكي، لكن دي طريقة الحل عموما فالارقام مش هتفرق معانا. واتمنى الفيديو ده يكون سهل موضوع الديزاين ديجيتال ديزاين كنترول على الناس اللي بتحل، وان شاء الله نشوف مثال تاني في الفيديو كله.